طريقة توزيع المساعدات في قرية سطامو. طبعا الطريقة تتم بشكل عشوائي من دون أي دفاتر عائلة أو هوية شخصية. نرجو من المنظمين التنظيم بشكل لائق، يعني بالعامية طريقة الشلح لا تناسب انك تشلح الماء او الالبسة. لاحظ، تفضلوا، هذا توزيع به زل، هذا التوزيع به زل لأهلنا. كما تلاحظون هذا التوزيع يتم بدون تنظيم. عيب عيب، أمر معيب، أمر معيب التوزيع بهذه الطريقة. لا يحتاجون أهلنا إلى الإسلال أكثر، أمر معيب. خالدي بتحكي شو عم بيصير؟ بعد إذنكم بس في المدام، بعد إذنك خالتو، كيف طريقة التوزيع هون؟ يعني في طريقة عشوائية ولا؟ تفضلي خالتو معي. عم بيطلع كم واحد من الضيعة. إيه. وعم بيعطي أهالي ولاد عمي وعمي، ونحن إسا نحن نقلش حريك هودي من شاب في المدام. حضرتك طبعا متضررين من الزلزال، حضرتك من المتضررين. إيه من الزلزال، يعني ما شو عم يوزعوا هلا؟ ألبسة؟ أنا سمحت. ما أخذتي؟ لا ما كنت. يعني أنت برأيك في ناس عم تاخذ وما لازم، ما بتستحق تاخذ، وفي ناس بتستحق تاخذ؟ هي نص اللي بيستحق. في عالم ما تاخذ مره واثنين وثلاثه تحط ضد، يعني ما في لا هوي ولا اي شيء، هيك عشوائيا عشوائيا. نعم تفضلي خالتي. لازم يلموا دفاتر العيلة وبالاسم. نعم نعم، يعني افضل طريقه انه على دفتر العيله او على الهويه. والله معه. يعني هاي طبعا انا صرت شايف ثلاث سيارات من سيارات الاعانات، ما بعرف ايه. عم ياخذوا مرتين وثلاثه، يعني عم بيصير استغلال. طبعا شوفوا هالطريقه، هي طريقه اذلال، شلح بيشلح القنيب، هذا امر مذل ومعيب، عيب عليكم. هذه الطريقه ليست طريقه انسانيه، ليست طريقه انسانيه. هذول اهلنا، هذول متضررين. عيب، هذا الامر عيب. والله ما اخترنا نطلع، الله الغيب ينفع. حضرتك من المتضررين خالته، ما؟ يعني برايك اني لازم يروحوا على البيوت؟ لازم، وين كل واحد ياخذ حقه. يا خالتي انا ليه؟ انا مهجره من الشام، هي ورقه ثبوتي اذا بدك. ايه. وجوزي مريض، وانا مريضه سرطان، والله ما يسوق لي دفه، جيب لي لاولادي. والله انا جوزي. يعني كل هذا القتال على قنينه مياه. لا والله يا اخي. والله حصلوا مياه. نعم. وهيدي عطشانه مؤخرة قليلة. في مواد غذائية. في مواد غذائية. شام. في البسي. والله وخالتي انا جوزي شهيد مربي عندها. حضرتك مصطام وخالي. من المهجرين. مصطام بس قاعدة كلها. نعم نعم. وبيتي هلا.